في نهج البلاغة وفي محبة للقرآن وللإمام علي، بس ما في حدا فايت بقصة شيعة يعني. في وفي شيء بيقولوا بالفطرة، بيحكوا بالفطرة سحر، وأنا أؤمن فيها جدا. الفطرة موجودة يعني، نحن جدي عنده شيء، عرفتي؟ بي عنده شيء، في فطرة غريبة. وحتى ضيعتنا فيها محلات، كيف في خلت وردة بجنوب، في محل اسمه وادي السيد لأنه كان في سيد، لأنه ضيعتنا كانت ضيعة بالزمانات شيعية. وبتضايق هلا عم تسالني فاطمه، بتضايق بس حدا يقول لي اف، اللي بيشوف كيف تتعاطفي انت مشيعه، يعني ليش ضروري يكون شيعي لحس مع الامام الحسين؟ انت عم تاذي الامام الحسين، معناتها هو قضيته بس للشيعه. فما مزبوط، خي ما كان في شيء اسمه شيعه وقت اللي هو قتل. احنا بنسميها نيم تاج، انه والله انا بجي بقول انت شيعيه وانا مسيحيه وهيدا درزي وهيدا سني وهيدا كردي وهيدا بوذي وهيدا. مين قال انه المجتمع بيقرر نحن عن جد مين؟ مين قال انه المسيح منه شيعي وانه الامام علي منه مسيحي؟ بالمعنى الوجودي الحقيقي، المس الحقيقي اللي هيك طق فيه هو زيارة مقامات أهل البيت هونيك، ما في يقف الكلام. قبل كربلاء بالشام كنت عم غطي مرة هيك حركشت، بعرف انه السيدة رقية هي الطفلة اللي عطوها رأس والدها الإمام الحسين، لكن بحكيكي وبيوقف شعر بدني أنا عادي. هيك كان اول زياره زرتها، بس الزياره اللي هيك عملت لي شفت بالانسان او نحن شو الدين وشو الايمان. الانسان بيحس بضعفه بشيء اقوى منه عم بيقويه، مش هيك؟ نحن بنؤمن بالله سبحانه وتعالى، هو مش عايزنا، نحن عايزينه. وكان بجيبتي معي حق تكت على ايران، رحت بهالتكت على ايران زيارة كتير سريعة. بتعرفي فتت على المقام إنسان بحالي وطلعت من المقام إنسان بحالي تاني. من أول ما وصلت بالطيارة وشفت قبة المقام، هلا إذا بتذكر بتأثر، من أول ما عم تنزل الطيارة شفت القبة لوقت الفليت، ما وقف بكي، ما وقف ليه؟ يعني هو ليش بيبكي الواحد؟ هلا أنا في فكر بشي بزعلني، ببكي لك عم بشكي الشي، بتحسي هونيك عم تشكي القصة يعني، فاهم عليك؟ فهم عليك. بس اللي بعيد واللي مش ربيان على نمطية زيارة المقامات بقاربها بنهم أكثر إلى حد ما، مش إنه واجب، هي إنه أنا بدي أشوف يعني، عطشان. عرفت حسين يا دماء الشوق تسري في شراييني، حسين يا أحمرار الدمع في الأشفار والعيني، ويا جمر اللظى المسجور في الأعماق يكويني، حسين جرحي المفتوح أجري في ثرى نهرا، فأغرف منه محبرتي وأكتب بالدم شعرا، وتروي أحرف الكلمات قصة غربة المرة، أرى عمري غدا طيفان يمر بخاطري ذكرى، فأرجوه بأن يبقى يجيب بلوعة عذرا، ودا ربي بأن أمضي فصبرا زينب صبرا، وكيف الصبر والنيران من حولي تحاصرني، عجيب كيف تهجرني ومن لقياك تحرمني، وتخفو في ثرى جسدك وروحك في تسكنني، وروحك في تسكنني. أخي هل صهوة الأرماح أرأف فيك من بدني؟ أخي هل صهوة الأرماح أرأف فيك من بدني، لتحضن رأسك المدمى وليتك كنت تحضنني،
وهل سمع الفضاء غدا أحن إليك من سمعي لكي تشكو إليه جواه وما لقيت من محني وتبني من غبار الريح بيت الأمن والسكن وتهجر بيت وجداني وفي البيداء تتركني وفي البيداء